ان اذهب الى مباراه الزمالك وانبي، وبرضه قبل ما اروح للزمالك وانبي خليني برضه اخد معاه خبر انا انفردت بيه، انا الوحيد في مصر اللي قلت ان اهلي جده يصرف نظر عن التعاقد مع الونش، وخرج الاعلام المصري كله قال لك الونش يوافق على عرض اهلي جده. عمر البنا وكيل اعمال الونش اكد منذ دقائق ان الزمالك لم يرد على عرض اهل جده، واصبح العرض كان لم يكن، واكد انفراد علاء حمام ان خلال ساعات هناك جلسه لترضيه الونش. طبعا طبعا في جلسه ان شاء الله هتتم قبل مباراه الطلائع اللي هتقام يوم السبت، هيتم فيها تعديل عقد الونش وتعديل عقد عبد الله جمعه الثنائي. يعني خلي بالك محدش في مصر قال ان اهل جدة صرف نظر عن الونش الا احنا. تمام تمام، انت قاعد في السعودية مش عايز تجيب خبر؟ لا لا اصلك انت متابع في الصعيد، انت متابع ان كله خد منشدات ان الونش يوافق على ارض اهل جدة. ماشي، هو الونش وافي بس هل اهل جدة وافي؟ لا اصل خلي بالك، بص انا لما كلمت الناس في اهل جدة قالوا لي حاجة ظريفة جدا الناس ما خدتش بالها منها، قال لك إن إحنا باعتين في الخطاب إن الساعة 12 يوم 30 لو ما ردوش علينا هنعتبر العرض لغي، لأن إحنا عندنا اتنين لعيبة عندنا اتنين لعيبة تاني بنفوضهم، وعندنا فترة القيد محدودة، فلازم الوقت بيك بصالحنا. فالزمالك ما ردش، يعني ما قالولهوش رد، قالوا له يوم 30 الساعة 12 بالليل هيبقى العرض لاغي. كان الخطاب محدد، فعشان كده وأنا بسأل الناس في أهل جدة قالوا لي ارجع للخطاب هتعرف إن إحنا صرفنا نظر، لأن إحنا كنا محددين 30 12 بالليل، مفيش كلام في الموضوع. تمام، وأنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده إن شاء الله يبقى في جلسة مع الونش، هيمدد عقده في نادي الزمالك، وبرضه عبد الله جمعه هيمدد عقده، والثنائي هيمددوا عقدهم قبل مواجهه الطلائع اللي هتقام يوم السبت ان شاء الله. طيب هل عندك تفاصيل الونش هيمدد قد ايه او الرقم ولا لسه؟ ثلاث سنين، كل واحد فيهم ثلاث سنين. طيب يعني عقد الونش ينتهي امتى؟ 6 مليون، كل واحد فيهم ياخد 6 مليون. لا هينتهي امتى؟ وثلاث سنين يبقى يخلص امتى؟ اقول لك يخلص امتى؟ 22، كل سنة وانت طيب كده ربنا يديك الصحة. 2025. تمام، الله ينور عليك، يبقى كده هيمدد لموسم 25 26. ان شاء الله. احنا بنقول 25، بنقول 25. هو القعدة عامة مستمر لغاية 22 23 زي ما قلت، يبقى كده هي ثلاث سنين، يبقى 25 26. ان انتوا عارفين الموسم بياخد نصين سنة، هياخد ثلاث سنين، يبقى من 23 نهايته لغايه 26، موسم 25 26 ده الثلاث سنين ان شاء الله. وهياخد 6 مليون جنيه في المقدم التعاقد ولا في السنه؟ لا في السنه، وبعد بقى كل سنه هيزيد بقى بتاع 300,000 كده. طيب بالنسبه لعبد الله ده بالنسبه للونش نفس النظام ونفس المده الزمنيه؟ ونفس المدة الزمنية، يعني 23 يخلص 26 و6 مليون في السنة. تمام طبعا. انتوا عارفين ان الكابتن ايمن يونس مشكورا والكابتن اشرف قاسم بيبقوا حريصين انهم يحطوا مبلغ محترم مقدم زي ال4 مليون اللي ادوهم لاوباما. فهم حريصين انهم بيدوا رمه، لان اللعيبه على فكره وعلى اتكلم في ده، اللعيبه مديونه بشيكات لشقق وفلل وعربيات، وكانوا واصلين لمرحله ما بيلاقوش فلوس، وكان بيحصلوا على ترضيات من الزلمطح المعزول ويقول لك ما فيش حد ليه عندي جنيه، لغايه ما ساب الفرقه متشمرخه، واديكم كل يوم بتسمعوا فضيحه جديده. يعني بالتجديد بتمديد عقد الونش وعبد الله جمعه، يبقى اللجنه القضائيه برئاسه المستشار المحترم عماد بيه عبد العزيز، ولجان الكوره برئاسه الرئيس التنفيذي ايمن يونس ومعه اشرف قاسم مشرف عام، جددوا كده لسبع لعيبه يا علاء. اكيد طبعا،
ستة من سبعة. لا ما هنعتبر مشكلة بن شرقي زيها زي التجديد وأمر، ده كان هيمشي ببلاش. ماشي ماشي، ما تزعلش نفسك سبعة. بس عشان برضه ندي كل واحد حقه، ملف الكورة ده كابتن أشرف قاسم وكابتن أيمن يونس بذلوا فيه 10 أضعاف المجهود الطبيعي. بأمانة 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 يعني. عشان بس الجمهور يبقى عارف، أشرف قاسم وأيمن يونس الناس يعني تحملوا ضغط نفسي وعصبي وذهني فوق ما يتحمله البشر، ان ناس جايه تمسك فرقه فيها ست لعيبه بيقول لك احنا خلاص ماشيين، وناس بتبعت انذارات، وناس بتشتكي، وناس بتقول لك احنا خلاص هنفسخ العقد، يعني حاجه من الدار للنار. من الدار اشرف قاسم خرج من بيتهم دخل النار، ايمن يونس خرج من بيتهم دخل النار، والمعزول زي ما انت قلت كان عمال يطلع يهقص ويسرح بالناس ويقول اوانطه ما عادش لي عندي فلوس، امير ابني احنا بندير الدنيا زي الفل، طبعا كله اوانطه في اوانطه. انا متفق معاك تماما. كمان الكابتن ايمن يونس قبل ما نقفل الملف ده اعتقد ليه تصريحات خاصه النهارده بخصوص كلام مهند عون الخاص، ان لما اتكلم مهند عون وكيل ساسي وقال ان بيشكر الاداره على انها ادت مستحقات جميع اللاعبين، وهذا شيء يشكر عليه اداره الزمالك، الا ان فرجاني لم يحصل على مستحقاته. الكابتن ايمن نفى هذا الكلام وقال علي تماما من الصحه، وساسي زيه زي الكل، لعيبه الزمالك دلوقتي داخلين في سيستم اداري ومالي احترافي 10/10، وساسي مثله مثل باقي الفريق، وما قاله مهند عون عاري تماما من الصحة يا علاء. عاري تماما من الصحة، وزوجة ساسي شكرت الكابتن أيمن وكابتن أشرف وكابتن يوسف. مهند عون بقى عايز يشوه أيمن يونس وأشرف قاسم ليه أغراض أخرى، وإن هو راجل اتدلع أيام المعزول، اتدلع جاب لعيب الملسوسي ب 300,000 دولار في الصفاقسي بياخد 300,000 دولار، وضحك على المعزول وخلاه عمل له عقد بمليون و200,000 دولار، فطبعا اتنغنق واتدلع ايام المعزول، فعايز يشوه صوره الناس لاغراض. فانا بقول له كلامك كله في الاونطه، الراجل خد فلوسه، المعزول اتضحك عليه وعمل لك عقد بمليون و200,000 دولار. ودي ساعات من توجهه الى تونس. ملف الزمالك لا يفتى وعلاء معنا يعني، احنا الحمد لله بنجتهد في الملف ده وبنعرف نجيب المعلومه بعيد عن الناس كلها، والدليل على كده حوار نادر داوود اللي اعتقد ملوك السرقه وملوك سرقه اجتهاد البشر. طيب ده بالنسبه لملف اللاعبين وساسي والونش وعبد الله وكل الدنيا.